هقول لك اسماء للعيبه، لعيبه على مين بقى؟ ها مش انت غاوي كره؟ طيب تقول لي بقى جنسيه اللي هقول لك عليه. واحد اسمه رود خولات، هما بيقولوا عليه جوليات بس هو الهولندا. طلع انا اللي قلت لك بقى دي. هو طيب قول لي هو منين؟ هولندا. هولندا عشان مني انا قلتها. لا انا عارف الاول. طب مارادونا؟ ارجنتين. ارجنتين. روبسون. روبسون ده خلي بالك دول في هو في مدرب ولعيب، هما الاثنين من انجلترا. برافو عليك، برافو عليك يا محمد. وأولدريج. أولدريج من ايرلندا. برافو برافو. طب ماجير. جزائر. جزائر. تعرف اسمه بالكامل؟ رباح ماجير. ايه ده، برافو عليك يا محمد. انت دلوقتي تكسب دقايق، تختار ايه بقى؟ انا شوف ايه، يا ريت اروح لاشوط 3 ضرب 5 ضربات جزاء في كابتن شوبير. تشوط ضربات جزاء في كابتن شوبير؟ ليه كده؟ ها عايز تدخل فيه جوان؟ وتطلع في التلفزيون وانت بتدخل جوان في شوبير؟ يا ريت. طب تعالى معايا. كابتن احمد شوبير اهو، كويس لقيناه. كابتن احمد مساء الخير. مساء الخير. ازيك؟ ده محمد بقى طلب غريب جدا، فكر ثواني وكسب دقايق. قلت له عايز ايه يا محمد؟ فكر كده، قال لي انا عايز اشوط ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ ثلاثة. بنالتي في أحمد شوبير. ثلاثة بنالتي مرة واحدة كده؟ وليه الإحراج ده؟ جاهز؟ طب ممكن؟ طبعا ممكن، بس هجيبهم جوان هخلي شكلي وحش. طب انت بقى تفوت له اي حاجه. طيب خلاص زي يلا يا محمد. هترك الكره الاول. على شمالي انت انا زاويه. يا سلام. دي ناشئ، دي جامد، انت جامد قوي يا محمد. يلا ورا، لا ورا شويه يا محمد كده. كويس يا كابتن؟ لا هتشوط تانية فين؟ هشوفها فين؟ في اليمين؟ هروح اصدها دي. هروح اصدها. انتوا بتتفقوا ولا ايه؟ لا احنا عايزين نشوف، نشوف اجتهاد. وهو شوط احسن من فان باستر. لا ده انت يعني مساعده جامد. لا ال هو فعلا شوط كويس. كمان واحده، انا اللي عايز اساله بقى السؤال. كمان واحده يشوط، شوط كمان واحده ولا كفايه كده؟ هيجيب الثلاثه. لا من غير ما تبقاش يعني قلبك. طب ما تشوط حضرتك انت واحده. اشوط بس ما انت مش هتصدها، مش تقدر. لا 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 هصدها. لا يمكن. لا هصدها انا متاكد. ده انا بشوط في السما. نجيب سله. طب بس هو حماده. ايه رايك يا حماده؟ ماشي حضرتك. نجرب؟ يلا. من هنا كويس، من هنا كويس. كويس كده ولا ورا؟ كويس؟ يلا يا محمد شجعني بقى. ها؟ انا مش عايز احرجك بس. انا كنت عايز ادالك في ايدك عشان اخد الثقه. هو حماده انت بتلعب كوره؟ بتلعب فين؟ ليه؟ ايه بقى شكلك ولا ايه؟ ليه انت هتروح له؟ شكله كده بيلعب في الزمالك طالما قال لي. صح. عشان كده انت بقى عاوز تشوط البنالتيات. عايز تشوط فيها عشان انت زملكاوي. بس هو بيلعب لمصر. احنا كلنا بنحب مصر وبنشجع مصر. مش كده؟ طب تشكره بقى ان انت يعني فوت لك هو يا محمد على فكره يعني. لا بس هو البنالتي الاولاني حلو، كان حلو مش كده؟ صعب يعني، لو جبنا جونين في بعض هيدخل فيهم برضه جول. بس انا عايز ادي له هديه. هديه؟ عشان هو هيبقى لعيب كويس، فهدي له حاجة غالية جدا عندي وهي فانيلا اللي أنا بلعب بيها الماتشات. يا سلام. فبعد إذن هو يقبلها مني يعني. مبسوط؟ أدي لك بوسة. شكرا. مبروك.